طب ربنا يسهل يعني. رأيك في أداء نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت، وشفت إزاي المباراتين اللي فاتوا بالتحديد الدورة الأخيرة والدورة الودية التانية اللي لعب فيها نادي الزمالك مع الرجاء، كسب بركلات الترجيح، والمباراة بتاعت امبارح أمام أهلي جد. هم ماتشين طبعا يعني بصراحة. أنا كمشجع زملكاوي أنا نفسي الكابتن معتمد يبقى موجود والناس كلها تبقى في ظهره. أنا شايف نادي الزمالك بيلعب كورة حلوة قوي، ورجعنا يعني رجعنا إن إحنا نتفرج على نادي الزمالك اللي هو بيمتعنا، ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبعد عنه كل حاجة وحشة شيكابالا طول ما موجود في الملعب. الواحد بيبقى مطمن يعني الفترة دي، يعني ربنا يبعد عنه الإصابات يا رب. آمين. مفوقنا ومدي دافع للفرقة، وبصراحة عامل يعني شوف أكبر لعيب في الفرقة وبياخد هداف البطولة، هداف وأحسن لاعب في البطولة البطولة. وأحسن لعيب. وكمان يعني أنا شايف حب الناس ليه في الملعب ده فارق قوي، لما يبقى في قائد في الملعب والناس كلها بتحبه، اللي بره واللي جوه، ده بيفرق قوي يعني. فطبعا بتمنى لهم التوفيق، ويا رب يفضلوا على كده، ويا رب الكابتن معتمد يبقى موجود والناس كلها تبقى في ظهره. يعني انا بتمنى ان هو يبقى موجود، واحنا بنجيب ناس كتير وبنجيب اجانب كتير، والوقت ده مش محتاج تجارب. فانا شايف ان الراجل ياخد فرصته ويكمل، وان شاء الله احنا كلنا في ظهره يعني. شيكابالا عامل بطولة مزيكا، أهداف بصراحة ماركة شيكابالا، فاهم؟ ما شاء الله بصراحة عليه. يعني أنا بقول لك يعني ما شاء الله ما شاء الله عليه، رجعنا لورا يعني شيكابالا 24 25 سنة يعني ما شاء الله عليه. الجول بتاع امبارح الأولاني ده كان في هدف زيه بالظبط في اتحاد الشرطة، كنت أنت بتلعب في الشرطة تقريبا ساعتها، كان خد ودار كده، ده خد أنا ودار جبته وقام في حاططها. الزمالك. بالظبط كده، الجول ده انا جبته في الزمالك، كانت كابتن عبد الواحد السيد. صح كده. وشيكابالا حط جول زي ده بالظبط في اتحاد الشرطة. لا شيكابالا حطت الجوان كلها يعني ان شاء الله عليها يعني. لا بص شيكابالا محتاج وقت كبير قوي عشان نقعد نتكلم على جوانه ومسيرته عامه يعني. كابتن خالد ربنا يبارك له ان يا رب. شاء الله بإذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن، شرفنا ونورنا الكابتن خالد قمر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.